السلام السلام عليكم. عليكم. السلام ورحمة الله. يلا زميلي بيدخل نكمل. طيب زي ما قلتكم يا جماعة، أنا عملت المستحيل عشان أرجع أديكم، فعلا ضغطت نفسي في الوقت، فلو سمحتوا يعني أنتوا بتطفشوني، بتقولوا لي ما تديناش تاني، إيه إحنا بنطفشك؟ ها؟ ماشي ماشي، ساكتين، مش عارفة ساكتين إيه، بتأكدوا كلامي يعني ولا إيه؟ مش فاهمة. ماشي ماشي ماشي. يلا يا شباب نكمل. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. ناقص كده ايه تاني؟ بعض الظروف، صح كده؟ ناقص اخر حاجه، احنا قلنا ناقص اخر حاجه بعض الظروف. امسح ولا تمام؟ طب فين بقى صح الناس؟ يا مس. فين بتول دخلت؟ محلية الكميسة موجودة. ايه؟ سريعا كده ردوا عليا، ايه موجوده؟ ايوه يا مس، موجودة. دارين 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 فين دارين؟ دارين ما دخلتش. ملك دارين، ملك دخلت. محمد، ايوه يا مس. سيف، سيف موجود وتيم موجود. عمر 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 ما دخلش. ايه ده، راحته فين؟ وادم، ادم موجود. مصطفى فين؟ مصطفى فين؟ طب مصطفى ما دخلش. طب فين الشباب؟ انا مش عايزه الفوتهم حاجه. طب يلا نكمل. يلا يمشي. يلا بسم الله. فاضل بعض الظروف، تمام كده؟ ايه راحت فين؟ بعض الظروف، انا عندي في ظروف اول مره تنزل معايا في الكتاب بتاعي ومش جايب اعرابها، اللي هي اذا دي ظرف مبني، تمام كده؟ مش جايب، مش طالب منك ايه اعرابها، تمام كده؟ طيب نيجي بعد كده اللي جايب اعرابها، مين فاكرهم اللي علينا؟ أمسي. أمسي، تمام. الآلة، الآن، تمام. حيث، منذ، 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 منذ. طيب وإذا، ما إذا وإذا، أي دول مش علينا. طيب أمسي، مين يقول لي؟ مين قولي لي يا داري، تعرفي عربي؟ ها دارين حبيبي، دارين مش موجودة يا مس. دارين مش موجودة، سوري. معلش، ملك نعم. يلا فين؟ تعرفي تعرفيه ماما؟ ثواني هفتكر اعرب. بصي تعالي نخمنه سوا. أول حاجة، أمس ده ظرف زمان ولا مكان؟ ظرف زمان. ايوه، ظرف زمان مبني على، اسمعي اخر حرف، امسي. مبني على ايه دارين؟ يا ملك اسفه، الكسرة. على الكسر، تمام. طيب مين حد بعت لي هنا؟ يا ملك دي مين؟ ظرف زمان مبني على الكسر. طب مش شكرا يا بتول، شطور. ادي بقى دارين وعمر دخل، تمام. ناقص بس ايه؟ مصطفى. مصطفى اختفى، هرب. لا المس ايه، شريره، تدي واجبات كتير وبتقول لكم الضعف. مس ما فيش حد اسمه مصطفى اصلا. لا دخل اول الحصه مصطفى وخرج، ده جديد تقريبا معانا، ولا هو دخل غلط؟ لا انا كنت مركزه ان هو كان معانا، تقريبا جديد. يلا يا محمد، تعرف تعرب لي الان؟ ظرف ظرف زمان ولا مكان؟ ظرف زمان مبني على، اسم اخر حرف، الان. مبني على ايه يا حبيبي؟ مبني على الفتح. 10 10. طيب سيف، يا سيف يا سيف سيف. أمس ها منذ ظرف ايه؟ منذ زمان ولا مكان؟ زمان زمان، مبني على، انت اخر حرف الضم. منذ الضم، تمام. تيم، يا تيم، نعم. انا اتصدمت ان تايم مش عامل الواجب، يعني انا حسيت بصدمه. يلا يا تايم، ما علينا. للأسف يا مس، عملوا النهاردة. ماشي يا تايم. حيث، تعرف ايه؟ حيث تعرب يا مس، خدناها قبل كده، اللي هي مبني بص معايا، تقريبا. ظرف زمان ولا مكان؟ لا، ظرف المكان. مبني على، اسمع اخر حرف،
ايه مس مبني على ايه؟ استطاعتي بس معلش. مبني على اسم اخر حرف حي تو، يبقى مبني على ايه؟ عرثاء التاء. يبقى ضمة. ضم. في حاجه مبنيه على التاء دي جديده دي، على بتالف نحو. لا لا انا افتكرت حضرتك بتسألني عن اخر حرف، حرف ايه ماشي عادي. استغفر. طيب هنا ما فيش سكرين بقى، مش محتاجين حاجه من الصفحه دي. طيب تعالوا بقى تمام نتكلم، الحروف كلها مبنيه، مش هقول فيها حاجه، اي حرف بقى، حرف عطف، حرف جر، اي حاجه اسمها حرف تبقى مبني. طب على محل ايه؟ لا محل لام الاعراب. يعني انا قلت لك حطيت الخط تحت حرف جر مثلا، قلت لك اعربه، هو ممكن. ما انت خلاص خدتها، هتقول لي ايه؟ حرف مبني لا محل لام الاعراب، وشوف حرف ايه؟ حرف جر مبني لا محل لام الاعراب. طب انا حطيت الخط تحت مثلا حرف عطف، يبقى حرف عطف مبني لا محل له من الاعراب. هتاخد ان حاجه اسمها، تاخد في ثانوي ان قد دي حرف تحقيق، شوف انت هتاخدها بعدين. طب انت عارف انه حرف تحقيق وثبوت مبني لا محل له من الاعراب. اي حرف، اي حاجه اسمها حرف تبقى مبني لا محل له من الاعراب. يعني انا قلت لك بالكتاب وحطيت لك خط تحت الكتاب، ما تقوليش بقى الكتاب اسم مجرور على طول، لا لازم تعرف لي الباء، تقول لي انها حرف جر مبني لا محل له من الاعراب، ملوش محل من الاعراب لان هو ملوش معنى في ذاته. فكلمه جر دي اي حاجه تيجي هنا تمشي بقى، حرف في اي حاجه مبني لا محل من الاعراب. الافعال في منها مبني ومعرب. تعال نجيب الاول، هي انواع الافعال ايه؟ عندي 3 انواع: مضارع مضارع، ماضي أمر، مضارع وماضي ماضي مضارع وامر. أمر. تمام. أول حاجة المضارع الأغلب فيه معرب ولا مبني؟ لا معرب، معرب، ما معرب عدا لو اتصل بيه إيه؟ أو يا إمتى نون، يبقى نون مبني؟ النسوة أو نسوة نون النسوة. أو نون توكيد. طب أنا لو جبت لك فعل مضارع وقلت لك الفعل المضارع المعرب ده حوله لي المبني، ما تحولوش لماضي وأمر، لا الزق له نون توكيد، خلصت. طيب نون النسوة يبقى مبني على إيه؟ نون سكون، النسوة السكون، طب ونون التوكيد الفتح، الفتح، فتح. احفظوها كده، توكيد فيها ت تبقى فتح، النسوة فيها سين يبقى سكون. سهلة سهلة ولا صعبة؟ سلام سلام تمام. سهلة. طيب ادخل في الماضي، يلا ماشي ندخل في الفعل الماضي. لما بقول الفعل اللي انا بكتبه، لحظة، لما بقول ده فعل ماضي مبني على، عندي 3 حاجات، ايه او ايه او ايه؟ السكون أو الفتح أو الكسر. سكون، فتح، مش ضم، مش كسر، مفيش. الضم. بصوا يا جماعه الافعال ما تتكسرش، الافعال تتجزم ما تتكسرش، مش حبيبي تمام. الافعال تتجزم ما تتكسرش. طب والاسماء العكس، تمام، الاسماء هي اللي بتتكسر. نبدا بسم الله بالفتح الاول. امتى الفعل الماضي يبنى على الفتح؟ مين فاكر؟ لو اتصل بايه؟ اول حاجه لو ايه؟ لو لم، أقول يا مس، قولي حاجه. ماشي، لو لم تتصل به أي حاجة، لم أو يتصل تاء التأنيث أو ثواني، ألف يعني ايه؟ الاثنين. واحده واحده بس، لم يتصل به شيء يعني ذهب، واقف لوحدها مش متصل بيها حاجه. البنات متالقه والولاد انا مش سامعه صوتهم. طب البنات هيقولوا الفتح والولاد هم اللي هيقولوا السكون. طيب تمام. احكي ايه تاني؟ ها البنات قولوا لي لم يكن شيء، وايه لو تاني؟ تاء وسط التأنيث التكسير، أو تاء التأنيث تاء تأنيث، زي ايه مثلا؟ هو ما ألف تكلم، الاثنين. استنوا الولاد ياخدوا السكون، اصبروا بقى. تاء تأنيث زي ما اقول ايه؟ رسمت هند اللوح، ذهبت. رسمت هند اللوح، بتكلم عن ايه؟ مؤنث غائب، او ايه؟ الف الاثنين، اثنين هم اللي عملوا الحاجه. لما اقول لك ايه؟ رسم احمد ومحمد اللوحه، الالف دي بتعود على اثنين. الولاد يكلموني. نعم حبيبي، ممكن برضو فتح مش تبقى بدل المتكلمين. تمام، من الفاعلين، صح كده؟ اسفه، نال، مش عارف، لا مش نال فاعلين، انا حافظاها نال بالمين. مفعولين، نال مفعولين، نال مفعولين. ما خلي ماشي بالك، النا دي المتكلم، ممكن تبقى فاعل ممكن تبقى مفعول بيه. فلو هي ناه مفعولين، هنا هم اللي وقع عليهم الفعل، زي ما اقول ايه؟ اكرمنا الله، احنا اللي وقع علينا فعل الاكرام. طب نا الفاعلين، لو احنا جالنا ضيوف واحنا اللي اكرمناهم، اكرمنا الضيف، هنا نا الفاعلين، نا الفاعلين هنا اكرمنا الضيف.
يبقى نال فاعلين، يعني فهمتي الفرق يا قمر؟ طيب تاني الحته دي عشان تسكتي تقريبا تهتي مني. النادي نال متكلم، احنا اللي عملنا الحاجه واحنا اللي وقع علينا الفعل، ممكن تبقى فعل ممكن تبقى مفعول به، لو مفعول به هنا لو فعل هنا، فهمتي حاجتي ولا لا؟ ايوه تمام ماشي. تمام. الولاد البنوته هي غصب عنها وهي بتشرح او بتسال قالت حاجه، ناقص اتنين الولاد، انا عايزه اتنين. امتى الفعل الماضي مبني على السكون؟ الشباب فاضل اتنين. الشباب فين الشباب يا ادم؟ اه قول يا ريت. موجودين يا مس، طب ما كل تقول يا مس يا مس، انا عشان مركب سماعة، فكان في زرار، في 3 زرار، زرار بيعلي الصوت، وزرار بيوطي الصوت، وزرار بيقفل المايك. يعني حتى لو فتحت المايك من الشاشة هيكون مقفول، مش هتسمعيني. فانا مش كنت فاتح المايك بس قافله من السماعة، فعشان كده لما كنت بتكلم ما كانش ظاهر عند يعني. حضرتك. طب قول لي يلا، هاء السكون، قولي لي على هاء السكون. تالي فعلا نون التوكيد، لا ثانية ثانية واحدة واحدة، نون التوكيد ازاي؟ نون نون التوكيد التوكيد ازاي صحيح؟ درس، ركزوا معايا، ما فيش فعل ماضي يتصل بنون التوكيد. نون التوكيد تيجي مع المضارع ولا ما تجيش مع لا مضارع، ماضي قصدي، احنا في الماضي ده قصدي حضرتك ماضي، يعني نسوة يعني، نون نسوة تالي فعلا نون النسوة زي ايه؟ النساء ذهبنا، لما تكون النون عائدة على مجموعة نساء. ايه تاني ناقص واحدة؟ احنا قلنا نال فاعلين ونون النسوة، تاء الفعل زي ايه؟ ذهبت وانا اللي رحت. خلوا بالكم من حاجة، انا عندي تاء تأنيث وتاء فاعل، ذهبت او رسمت غير ذهبت. طب الولاد عشان ما قالوش السكون، السكون بنوته قالت حاجه وانا قلت حاجه، انتوا قلتوا حاجه واحده بس، قولوا لي الضم. امتى الفعل الماضي يمنع على الضم؟ يعني الضم يعني. انت فعلا الماضي بيبقى من على الضم. اه انا عايز الشباب، الشباب انا مش سامع صوتهم. اسمعهم دلوقتي تمام. ثانية ثواني بس، عشان انا كده هقول ثواني عشان للبنات متابع يا حمد. بنات لا انقذوا. لا لا، ثواني ثواني، طب تابع ثانية حمد شوية بس. عندي استنى بس، لو اتصل استنى يا بنات، هو والجماعة. استنى يا بنات. اه البنات ما استنوش وقالوها، واو الجماعة البنات أنا اللي قلتها يعني، شطار يا شباب. أنا اللي قلتها. ادم، طب ماشي ادم، ادم انقذ، ماشي خلاص يا ادم. طيب الفعل الماضي انتوا مش محتاجين تاخدوها سكيب. يا مس الضمائر، واو الجماعة، وألف ما خلاص الاثنين هي كام؟ بس كده، لا ألف الاثنين، لا ركزوا ألف الاثنين خلاص بتاعت هي بس الفتح. تضم حاجة واحدة بس تتألف. طيب تمام، أنا بدور على حاجة في دماغي انت يمكن بتدور على اي تشتغل. حاجة، اي حاجة اقولها ارخص الموقف. طيب انتوا لو عايزين سكرين خدوها، بس هي دي موجودة في الكتاب بالتفصيل، يعني اقلب ولا عايزينها؟ تمام. حد عنده سؤال؟ نعم شكرا. طيب اخر الله حاجة، ضمير مبني، الضمير الاسم الاسفل، فعل الامر، فعل الامر انا اللي هشرحه، محدش قاطعني عشان انا عايزه اشرحه بطريقه بترتيب اسهل من الكتاب. هقول فعل امر مبني على، وهنشوف 3 مجموعات، انا هشوف الفعل الامر ده في انهي مجموعه. ماشي الجداد معايا مركزين؟ لو في حاجه مش فاهمه اقول. لو الفعل الامر ده في المجموعه الاولى، يعني ايه مجموعه اولى؟ متصل ب الف اثنين، زي مثلا لقيت أميرة وأحمد مثلا وأقول لهم اذهبا إلى المدرسة، أو متصل بواو جماعة زي مثلا اذهبوا إلى المدرسة، ياء مخاطبة بكلم بنوتة وأقول لها اذهبي إلى المدرسة. مين فاكر يبقى هنا مبني على إيه؟ فعل أمر مبني على إيه؟ مين فاكر؟ فعل أمر مبني اذهب 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 اسمه ده ثبوت النون. لا الصوت النون، هي فين النون؟ انت شايف النون؟ قول لا يلا لا، قصدي جرس، ايه جرس؟ الأفعال الخمسة، كانت الأفعال الخمسة أو حاجة زي كده. هي شبه على حسن فكره ميس الفعل الامر سنفس كده، الفعل الامر لو اتصل بيه الف سنين هو جماعه يا ميس مخاطب. حذف ايه يا حبيبي قلت ايه يا ملك؟ حذف النون. أنا حذف بتقول النون، بس انا عايزه اقول النقطه.
لو انا طلبت منك افعال خمسه، الافعال فعل الامر مش افعال خمسه. افعال خمسه لما يتصل بيها الضمير دي بس لازم اصل تكون هي مس اذهب واذهب واذهب هي يا مس، مش تشبه تشبه الافعال شفتها الخمسه. تشبه الافعال الغامضة. انا بس بركز على نقطه، الافعال الخمسه لازم تكون مضارع، امال ايه دي تشبه الافعال الخمسه. طب انا ابص على الفعل ما لقيتش فيه حاجه من الحاجات دي، ولقيت فيه نون. انا عندي كام نون؟ نون نسوه، زي مثلا ايه؟ يا نساء اذهبن. طب نون توكيد زي ما اقول لك ايه؟ اذهبن الان. نون نسوه مبني على ايه؟ احنا قلنا نسوه السكون كاسين يبقى مبني على سكون. سكون يبقى يس. اي فعل، اي فعل يتصل بيه نون نسوه مبني على سكون، واي فعل يتصل بيه نون توكيد مبني على الفتح. دي ثابته، فتح دي ثابته. طب بصوا معايا المجموعه الثالثه، لقيت اذهب واسع، ولا حد فيهم متصل بألف سنين، ولا هو جماعة ولا يا مخاطب، يعني مفيش حد في المجموعة الأولى، ولا حد متصل بيه نون نسوة أو نون توكيد، يعني مش في المجموعة الثالثة. اه ده انت واقف لوحدك كده، فعل أقرع، لازم أجيب إيه؟ لازم أجيب منه إيه يا شباب؟ الماضي، الماضي عشان لو في مبدعهم حرف عشان علة يظهر. زي يظهر. ذهب، هل في حرف علة في الآخر ظهر؟ لا لا، يبقى مبني على السكون. طب ساعة، سكوت. لقيت في حرف علة ظهر صح؟ يبقى مبني على حذف العلة، ابحث في حرف العلة. العلة. وخلوا بالكم لما تيجي تجزم المضارع برضو جيب الماضي، عشان اوقات يبقى مجزوم بحذف حرف العلة. طب ما هو محذوف، انا هشوفه ازاي؟ يبقى في الجزم وبناء الامر الاثنين تروح جايب الماضي كده. الحمد لله، انا كنت خايفة من الحشر. خلص، خلصنا اخر حاجة، انا كده خلصت كله ناقص بس اخر حاجه دي. خدوها سكرين مهمه لانها مش موجوده في الكتاب، ولو حد معاه سكرين قديمه منظمه اكتر يبعتها يبقى افضل. مش هبعتهم كله. شطوره حبيبتي، اقلب اه يا مسا. يعني الناس اللي بتبعت دي جزاك الله خيرا، كل واحد هيفتح الورق ويذاكر وانت بتاخد سوا. اخر حاجه بقى، انا كنت يعني انا كنت مخليها في الاخر عشان لو ما لحقتش هي سهله. امتى انا عايزه جدول، احنا هنكتب جدول علامات اعراب الاسماء. تمام، انا عندي رفع، نصب، جر، وعندي اول حاجه المفرد وجمع التكسير. بيرفع بايه؟ المفرد يميس بيرفع بالضمة، بالضمه. وينصب بايه؟ ينصب بالفتحه، بالفتحة ويجرب الكسر. ويجرب الكسر. تمام، احنا كده نعمل ولاد وبنات، عشان البنات بس اللي بتجاوب بقى. يلا الولاد، المثنى بيرفع بيه يا شباب؟ يا شباب بالضمة. يا سلام، لا ركز. مثنى، مثنى زي معلمان ومعلمين. ألف، الألف، الألف ألف. عشان بتلخبط منه بين المؤنث. لا ركز بقى، ده في منافسة. وينصب ويجرب إيه؟ أنص بلياء. بالياء. تمام، البنات عايزة جمع المذكر السالم. يعني ذكر سالم بيرفع بالواو الواو، وينصب ويجرب الياء. السلام عليكم. الياء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دنيا يا ميس، ايه؟ دنيا انتي معانا في انتيش معانا في المجموعة، انتي داخلة لينك غلط. انتي سنة كام يا دنيا؟ قول اعدادي. دي حصة تانية اعدادي حبيبتي. ماشي اسف، تمام، ماشي اسف. مش حبيبتي العفو. طيب عندي بعد كده جمع مؤنث سالم. يلا مين على الدور، بنات ولا اولاد؟ ولاد يلا يا ولاد ولاد. مرفوع بالضم. يرفع بالضمه صح، ينصب وجرب ايه؟ مش بالكسرة. بالكسره صح. تمام، الأسماء الخمسة يلا البنات. ترفع بالواو. أول ترفع حاجة الواو. فكروني إيه الأسماء الخمسة دي كده؟ أب أب أخ أم أب، أب، أخ، أخو حم، أب أخو. أخ مفيش أم، حد قال أم؟ مفيش أم. أب، أخ، حم، أخو. ذو خو تمام، يرفع بإيه يا شباب يا بنات؟ بالواو بالواو. بالواو، وينصب وينصب بإيه أسفة؟ بالألف. وينصب ألف لا ويجر ويجرب الياء. طيب
العلامات الأصلية إنه يترفع بالضمة. مين تاني مرفوع بالضمة فتبقى علامته أصلية؟ اللي جامعة هم عمان السالم. المهندسين. جامعة عمان السالم ده الشباب والبنات بقى عادي. علامة النصب الفتحة. حد تاني منصوب بالفتحة؟ لا لا. علامة الجر الكسرة. حد تاني منصوب بالكسرة؟ الجامعة المهندس جامعة السالم. المهندس السالم. يبقى لو طلب اسم معرب علامة أصلية، يا إما مفرد، يا إما مفرد، يا إما جمع تكسير، يا إما جمع مؤنث سالم، بس في حالتين، في حالة الضم وفي حالة الإيه الكسر. طب وفي حالة النصب؟ لا، دي علامة فرعية. فهمنا يا شباب؟ الحمد لله تمام يا احنا مستر. عملنا معجزة، شرحنا الدرس كله كله. والحصة يعني جينا على الآخر دي، يعني ما شاء الله احنا أنجزنا. بس أنا خايفة أكون أنا شرحت حاجات كتير وحد في حاجة مش فاهمة واتكسف يقول. طيب أنت هتذاكر اللي عنده، لما أجي أذاكر اكتشفت حاجة مش فاهمة تعمل إيه؟ تيجي الحصة الجاية تدخل أول حد واسألني فيها. عشان إيه؟ افرض أنا افتكرت إن أنا فاهم ولما جيت أذاكر اكتشفت إني مش فاهم. خلاص ادخل أول واحد واسألني فاشل. فأنا طيب أنا الواجب الجديد القديم والواجب الجديد. طب والواجب الجديد اللي هيسيبه هيحله ضعف، هديله قطعة زيادة. اتفقنا؟ تمام. على فكرة أنا على فكرة المفروض أديك واجب، يعني أنا المفروض إيه لما أدي درس أدي، المفروض الطبيعي أدي تدريبات الدرس كامل. بس أنا بقول حرام، ده الواجب إيه؟ هيبقى كتير عليهم وبدي أهم قطعة أو قطعتين بالكتير. أروح أديك قطعة ولا قطعتين وما تعملش الواجب برضه؟ ينفع كده؟ حد عنده أي سؤال؟ عشان أنا خلاص هقفل. حد عنده أي سؤال شباب؟ نعم الشكر. مع السلامة يا حبيبي. خدتوا الديسكرين عشان دي مهمة. أيمس، طيب يلا مع السلامة، باي. ولو عندك حاجة مش فاهمة مع السلامة. لسه جاي اسألني أو ابعتلي على